اللباس. المسلم له لباس خاص يتميز به عن الكفار. كذلك المسلمة لها هيئة ولباس خاص تتميز بها عن الكافرات. يحل للنساء أن تلبس الحرير والذهب والفضة، لكن يحرم على الرجل لبس الحرير والذهب والفضة. يحرم على الرجال التشبه بالنساء وكذلك العكس. يجب على النساء، المرأة إذا بلغت يحرم عليها أن تخرج إلا بأن تلبس الجلباب تغطي جميع البدن. ويحرم على الرجال لبس ما أسفل الكعبين، نعم يعني الطويل. ويحرم التشبه من الرجال والنساء بالمشركين في اللباس. نعم، فالأصل في اللباس أننا نلبس بلا إسراف، يعني وسط، لأن بعض الناس يلبس مقطع وبعض الناس يلبس يعني أشياء غالية جدا. لا، الصحيح الوسط. خاصة عندما نأتي إلى المساجد نلبس أحسن لباس.